في قطاع الصحة، أوقفت مديرية الصحة بسيدي بلعباس رئيسة مصلحة مستشفى أمراض النساء والتوليد وقابلة عقب فضيحة اكتشاف مخبأ سري للأدوية بذات المصلحة من طرف قابلة بعد عملية التفتيش التي أمر بها مدير المؤسسة لكل المكاتب المغلقة داخل المؤسسة. وبعد تكليف لجنة خاصة اكتشفت اللجنة المكلفة بالتفتيش كمية معتبرة من الأدوية منها منتهية الصلاحية مخبأة في أحد المكاتب المغلقة. بتاريخ 27 من شهر جانفي 2020 تم انعقاد اجتماع لجنة الأدوية بمقر المؤسسة، وعلى إثره تم اتخاذ آراء ومعاينة وتفتيش جميع المصالح الاستشفائية، وتم برمجة مصلحة الولادة كأول مصلحة لبداية عملية المعاينة والتفتيش بحضور سيدات وسادة من مختلف الرتب والمناصب، من بينهم على سبيل الذكر نواب المدير وكذا أمينة الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وفي نفس اليوم وعلى الساعة الثانية زوالا باشرت اللجنة المكلفة بالتفتيش والمعاينة عملها بمصلحة الولادة، أين تم فتح جميع الخزائن المتوجهة في مكتب المراقبة الطبية وكذا الأماكن المهجورة في ذات المصلحة، فتم العثور على كمية من الأدوية معدات جراحية أوعية وأكياس فرز النفايات الاستشفائية بجميع أنواعها، مستلزمات صيدلية وكمادات معقدة وألبسة الجراحة وقفازات الجراحة مصل، وكذلك كمية معتبرة من مواد النظافة.